أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تهي مع السند كسو دوادة ورقة دورنا بي أعلن سيدة ميديا ودورنا ما تلادة أخوض بحساسي أي نوصوص على فضلاً نلاتشوك حوق حساسي حلي بانفقي وصوبان ديجاي ساقال عدين وموجين يا عدة أيكم قمت هاي إكران تهالين إسلامار كاسنا دول كلاقة لاي فرماجة يتيم كيسا وزيرك أمنيقا إمامولك قلمودك أحمد معالين فقي أوسيدوك اللي أهمودنا كاتر سنقولها شعبك بارلمانك صوماليا يا صوبان ديجاي ساقال قضب وموجين يا إن إكران تهاليل فارح أو أي شيكتي نبسو قدا إن أي غيريوتي أو أي كوم مقانتا هاي قعانتا نيسا إسلامار كاسين بين أي إهيد إن أي دوشة أساران أرقا لشباب فقيا يا شيغي إن مدح وينها مدحليت كيسا ودما دي محمد عبدالله فرماجو اسكو دايو إن وداه سارو حقيق دا كيس كيكران تهليل أو كوم مقان سراكيشي نيسا إسلامار كان دونا يا إن قاب سوخ مدو أهدية أغبحيو ديل كيكران تهليل كو قرال كي نيسا سوق اللي ساي بارتا فيسبوك أو كلي يهاي SMTV أو لغو قيري لماشا دا إكران تهليل لوغانا تعسية يهل كيكران لابو أفرتني سيديت ساع ريز الوزاروه وقبتي أغاسي مها نيسا إن حوكت إكران وكو كيانو أو كردقان جيلي ويداي لنك فهد ياسين سدح أو دي فرماجة أو أهرين آنو أولين سو ألو شاي إسكونا ديي إن أو إن دهاك ويعيو كيس إكران تهليل إساقو فري بوق سياسة ديدو آدو علوس أفر أغاسي مهي نيسا أو كيس إكران تهليل در تيد حلك اللوغة قاضي شان فرماجة أو إسكو ديي إن أو قاب سوخ مدو أهيدية أو بيحيو ديل كإكران تهليل إساقو آن مرنوا قابلين هو يدي إكران دشي إسلامار كاسين براها بلشدة إن مدى أهيكو قيلي نيسي لح كوحدة ديلاغة أهي الشباب أو سلياب لإساقا فوقيسي ديل كإكران أيدان كيدا لوصو باسي تضبع عبورن إيا جردل لغولك عيدان يارو بنام بحكو دلبانيسي إن إكران أي عدالة هشو سيديد بابور كي قبادة لغو أفدوبي أو لشيغي إن قبل كالي لغيي سيباري تانك لغو قريو إسلامار كاسين أي كدن بيين في لصوماليا ساقال فرماجو أو كغرغر تمايا إن كيسكا قد لو سارو لغانا دايو محكمة دا عالميقا أه مدوما يو حق خوفكي لها دابا جوغو كيسكي كران تهليل وحو امتحانيا محكمة دا قعانتكو هيسا إن شرعيقا أو سرعيو أما إن قفكو سرعيو سيكستباها أهاتي ساقال كاسي قضب أيوكو شيغي إن أي عدين أتهي فرماجو فهد ياسين يتيم كيسا إن أي قبت داسي أيياق قعانتكو ديلين لنا عكل مدحويني هوري صوماليا عبد القاسم سلاد حسن ايا شيغين مدحويني محمد عبد الله فرماجو او كعود صدي ان لغا قدبو قلافك كالده هي الرئيس الوزارة حكومة دا محمد حسين روبلي مدحوينها وان لحد لي او تليفون بدن كل حد لي وحانا كعود صدي ان لجوجي قلافاتك قلاف لو مباهنا حد سببتو اه دورشا ايا للربا ان لغالو ايادو قلاف جرين ان لغالنا رجين ايا ايو يري مدحويني هوري صوماليا عبد القاسم سلاد حسن او وريسي سيي راديو شبيلي ايا يري وحان رجين ايا ان قلافكو جوكسدو دادكونا دورش حلال اهي قلان او حق اه عدي اي دانو اركاننا اي دون تانا يو يري مروح لغا ويدي يي سيدي قلافكا تاغن لوغو قد بيكارو ايا وحا او كو جوابي وحا لوغو قد بيكارا ان قلافكا لا اسكا دايو سيدا شرعيقا اما الدستوركا او قبانه ان دورش لغالو عبد القاسم سلاد حسن ايا شعبك صومالي دوغو باقي انينا لك لصفان مدح وينها اي الرئيس الوزارها او اي كشقيان سيدي دالك اي اوغو قبسو ملهيد دورا شهوفن او حلال اهي فضلا دب اداور كيني هوري اي علن سيد الميديا السلام عليكم مانتا او اي تاريخ دو تاي صدح يطمانكا بيش السقالاد سندكا لبكون ايو كوبيا لباتن وحو مدح وينها جمهوريادا فدرالكا صوماليا مدني محمد عبد الله فرماتشو xeer madaxweyne ku magacaabay guddi qaran oo baarid ku sameeya kiiska Ikraan Tahliil madaxweynuhu markii uu arkay qodobka 87aad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee xusaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu yahay astaanta midnimada qaranka iyo ilaaliyaha horumariyaha mabaadiida asaasiga ah ee dastuurka markii uu arkay qodobka 9aad xarafkiisa ba ee dastuurka ee xusaya in madaxweynuhu uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida markii uu arkay qodobka 126aad faqradiisa 6aad ee dastuurka ee xusaya in hay'adaha amniga qaranka oo ah kuwa hubka sita ay kontrolaan oo kormeeraan hay'adaha rayidka ah markii uu garwaaqsaday in kiiska sarkaalad Ikraan Tahliil uu yahay mid xasaasi ah oo u baahan in baaritaan hufan lagu sameeyo markii uu tixgeliyay in ay lagama maarmaan tahay in kiiska cadaalad laga gaaro lana helo baaritaan rasmi ah waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu
حيريي قد بدن سو سعدا وحا لمقع عابي قد قران او كيسكا بارا او ككوبان قدوميها قدiga او اح حيرياليها قد قرانكا قدوميها كحيغانكا قدiga او اح حيرياليها قد محكمة دا عيدم دا قلب كسيدا إيو صد حبنود او اي سوكا لمقع عابيان حبن او سو مقع عابيو تليها عيدنكا بوليسكا صومالياد حبن او سو مقع عابيو تليها عيدنكا حوغا دالكا إيو حبن او سو مقع عابيو تليها هيئدا نبسوغيدا إيو سردونكا قرنكا قدب كلاباد وحالا فريا دمامبا حبنها قدiga إيو قدونكو دبا إن أي حوشا سيحال كسنماها او قدتان واربحينتا باريستانا اي اوغد بيان هاي ادها شرعي قوله واد مهد سنتين لنا عكلا سنتر موسى سودي يلحو كميدا مشرحين تاقل كساري او قدبت كور جيدي اي مدان اياشا بارلمان كدولت قبلت كير شبيلي ايا سكة دوان مشرحين تاكالي اوغد البضيع عدكودا سنتر موسى سودي ايا كم قورتي ان بلنقات كهور سمييو بارلمان كهور تيسا هل كمشرحين تاكهور ريسي اي سمييين بلنقات وحونا كو قاب صدي ان اوسن اوغين وحا او قبان دونا ما دام او قائب كيهي ارنتاسي او لما فلان كن نغطي داد بلن او هل كاسي داوانيي waxa uu warkayga ma badnaan doono waxa aan soo qabtay ma aqaano ma ii miisaana waxa aan qaban doonana ma ogi qaaib aan ka ahay waxa idinka codsanaya senatorka aqalka sare ayaan u socdaa hadaan u qalmana igu celsha hadaad i dibsateena iga reeba ayuu yiri senator Muuse Suudi Yalxo waxa uu mahadcelinayaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaab iyo madaxweyne ku xigeenka Dabageed madaxda kale kulligood waa u mahadcelinayaa ayuu yiri kursiga uu ku fadhiyo Muuse Suudi ee uu mar kale u tartamaya ayaa waxa kula hartamaya saddex musharax oo kale kuwaasi oo kale ah Cabdullaahi Sheikh Xasan Axmed Daaci iyo Xasan Cadaay Cali waxaana ka tanaasulay Xaaji Muxuddiin Xasan Afrax oo ku soo baxay liiskii uu soo saaray Guudlaabe sida la sheegay Filo Soomaaliya ayaa si weyn u daneeyneysa in kursigaasi lagu ciriiriyo Muuse Suudi loolan adagna lala galo maadaama ay ku guul dareysteen in Guudlaabe uu ka reebo liiska dagaysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka